فرصة اليوم نتحدث فيها عن فتح باب التقديم على منح جامعة ابن خلدون للدراسة في تركيا للعام 2023-2024. المنحة ممولة بالكامل من جامعة ابن خلدون، لا يزال باب التقديم عليها مفتوحا إلى اليوم وسيستمر إلى بداية 27 من هذا الشهر. في المادة التالية سنعرض تفاصيل المنحة، مميزاتها والتخصصات المتاحة فيها. سنشير أيضا إلى طريقة التقديم ونضع الرابط في وصف هذه الحلقة فلنتابع. فرصة اليوم نتحدث فيها عن فتح باب التقديم على منح جامعة ابن خلدون للدراسة في تركيا للعام 2023-2024. المنحة ممولة بالكامل من جامعة ابن خلدون، لا يزال باب التقديم عليها مفتوحا إلى اليوم وسيستمر إلى بداية 27 من هذا الشهر. في المادة التالية سنعرض تفاصيل المنحة، مميزاتها والتخصصات المتاحة فيها. سنشير أيضا إلى طريقة التقديم ونضع الرابط في وصف هذه الحلقة فلنتابع. فرصة اليوم نتحدث فيها عن فتح باب التقديم على منح جامعة ابن خلدون للدراسة في تركيا للعام 2023-2024. المنحة ممولة بالكامل من جامعة ابن خلدون، لا يزال باب التقديم عليها مفتوحا إلى اليوم وسيستمر إلى بداية 27 من هذا الشهر. في المادة التالية سنعرض تفاصيل المنحة، مميزاتها والتخصصات المتاحة فيها. سنشير أيضا إلى طريقة التقديم ونضع الرابط في وصف هذه الحلقة فلنتابع. فرصة اليوم نتحدث فيها عن فتح باب التقديم على منح جامعة ابن خلدون للدراسة في تركيا للعام 2023-2024. المنحة ممولة بالكامل من جامعة ابن خلدون، لا يزال باب التقديم عليها مفتوحا إلى اليوم وسيستمر إلى بداية 27.